مرحبا اسلام، قبل ما نبتدي هتلاقي تحت في الديسكريبشن رابط كل الداتا المستخدمه في الوركشوب. ما تنساش تعمل لايك وتشارك المحتوى مع حبايبك. هنبتدي على طول في وركشوب جديده. المره دي هنكون انتيرير وهنشتغل كلاسيك، فبالتالي عملت فولدر جديد باسم المشروع. لو فتحت كده الفولدر هتلاقيه متقسم عندي، متقسم كاد ماكس شوب ريفرنس فاينل بي دي اف والفايلات اللي انا هبعتها للعميل. طيب هتلاقي في الكاد انا حاطط فايل الكاد بتاعي هو ده، وانا فتحته بالشكل ده كده عشان ايه ابتدي بس اظبط الشغل بتاعي. فطبعا الفايل مش موجود في السنتر، فاول حاجه هعملها ان هسحب كل الفايل بالشكل ده كده وهقول له موف اسحبه عندي في السنتر هنا كده، هعمل زوم ان اظبط بس الدنيا بالشكل ده كده. طيب بعد كده هاخد هقول له فايل سيف وهعمل سيف اس عشان بس احافظ على الفايل اللي جالي من العميل. هقول له سيف سيف اس بالشكل ده كده، وممكن اكتب هنا في الرينيم عنده اقول له تو ماكس بالشكل ده كده، وهتاكد ان انا برضو بعمل سيف على نسخه اقل من نسخه 3 دي ماكس اللي انا هشتغل عليه، واقول له سيف. خلاص كده مش محتاج الكاد في حاجه. بعد كده هترجع معايا هنلاقي فايل الماكس اللي هنشتغل فيه، هنلاقي فيه هنا فولدر للريفرنس، هنلاقي ريفرنس اللي العميل بعته وبعض التفاصيل. فهو بعت لي كده لانه طبعا الاوتوكاد اللي وصلني هو لاين واحد بس، كمان مش مفروش مفيش فرش، فبالتالي هو بعت لي التفاصيل هيكون الفرش شكله عامل ازاي. لو جينا لفينا كده هنلاقي ان هو مبعوت كمان صور الريفرنس، فهو محتاج الريسبشن الصغير ده يبقى كلاسيك بالشكل التقيل ده. فتقريبا احنا هنبقى عندنا ريفرنس للمكتبة، فده هيبقى شكلها بالشكل ده كده. لو عندنا مثلا اللوحة احنا هنعلقها برضو، فهتحتاج فريم بالشكل ده كده. كمان تقريبا هو محتاج الكنبة بالترابيزة تبقى تقيلة بالشكل ده كده. نكمل ده تقريبا المود بصفة عامة، السقف يبقى تقيل في الرسم زي كده. لو في اجزاء مثلا هنعمل فيها شغل في الحيطان فهتبقى برضو بالشكل ده كده. دي طبعا بعض التفاصيل اللي هو عايزها، يعني هو عايز من هنا اللون وتنسيق الحوايط، يعني هنشوف هنقسم الحوايط ازاي بالعواميد اللي موجودة هنا كده. بيبعت كل تفصيله هو عايز فيها ايه بالظبط بحيث انه الموضوع يكون سهل علينا واحنا شغالين. تمام، طب تشوف كل التفاصيل تقريبا. احنا بس هنا هنحتاج اللون، فكره الوحده دي ممكن نشتغلها موديلنج ان انا اقدر اشتغله مثلا. هي لو موجوده تبقى كويس، لو مش موجوده فهنضطر ان احنا نعملها. كذلك العمود لو موجود تمام، مش موجود ممكن نشتغله. تقريبا احنا كده ايه شفنا كل حاجه. طيب خلينا نبتدي على طول. لو رجعنا هنا كمان هنلاقي بقى صور الفاينل والبي دي اف والايه والفايلات اللي هتتبعت للعميل. احنا ندخل على الفايل الماكس وخلاص، هنسيب الفولدر ده مفتوح على الشمال كده. بس هحتاج الاول افتح كمان في فولدر هنا مجمع فيه كل المودلز والمابس اللي هنشتغل عليها، وده اللي هيكون موجود ان شاء الله نقدر نعمله داونلود. لو جيت بصيت هنا هتلاقي فيه معايا فايل الكاد، هنلاقي فيه المودلز على قد ما اقدر انا جمعت كل المودلز اللي احنا ممكن نشتغل بيها. لو احتاجنا حاجات اكتر واحنا شغالين هبتدي احطها، وهتكون موجوده برضو ايه اونلاين ان احنا نقدر نعملها داونلود. كمان في مابس اعتقد احنا هنشتغل اكتر من كده، هنحتاج اكتر من دول كمان. واحنا شغالين باذن الله هروح على طول بقى اوتوماتيك على 3 دي ماكس. اول حاجه هعملها بس هعمل ماكسمايز، هروح من هنا اقول له محتاج بس اللينك بتاع فايل الكاد، فممكن اخد اللينك من هنا كده اقول له فايل امبورت امبورت، احط هنا كنترول في انتر. بعد كده ادخل على الكاد ومحتاج بس اللي هو 2 ماكس، انا ما عملتش حاجه غير ان انا حطيته في السنتر بس، واقول له اوبن. من هنا ان شاء الله هنكون شغالين على المتر. اتاكد ان انا واخد كل اللاير واقول له اوكي. تمام هطلع من التوب، هتاكد بس انه لو في باب عندي هنا فان المقاس الباب طبيعي او مثلا بلكونه او باب الشقه او باب الاوض، هتاكد بس اقول له من هنا عايز اعمل بوكس. البوكس هاخده بالسناب من اول الباب لنهايه الباب متر وعشرة، فهو ده تقريبا الباب الطبيعي الباب شقه، فاحنا كده اوكي. تمام بالنسبه لنا احنا المقاسات بتاعتنا داخلية للفراغ للريسبشن هي من جوه، فبالتالي لما هشتغل لما اجي اعمل اوتلاين هعمله لبره مش لجوه الفايل. طيب خليني هقول دلوقتي جي من الكيبورد كده بحيث ان احنا نلغي الجريد. طبعا انت اوتوماتيك انت خلاص انت داخل في السنتر فانت مش محتاج تظبط حاجه، هتقول له جي بس عشان نشوف كل حاجه. ممكن اخد كل الكاد احطه على جروب الاول، هاخده كمان على لاير حتى لو الموضوع بسيط، بس عشان هشتغل كلاسيك في الموضوع ممكن يبقى كبير شويتين، فحاول ارتب كل حاجتي من الاول. فهقول له كرييت لللاير، هقول له برده هسميها كاد واقول له انتر. هبتدي اخد كل حاجه على لاير الكاد اوكي. بعد كده هعمل نيو لاير جديده وهسميها ماكس او 3 دي مثلا، هسميها ماكس واقول له انتر. هي دي اللي انا هشتغل عليها حاليا دلوقتي، بفعلها طبعا وبنزل خلاص مش محتاج اللاير في حاجه دلوقتي. هنزل بقى اشتغل بس بسبلاين عادي، اقول له لو سمحت عايزين نعمل هنا فيرتكس. بس طبعا انا لما بضغط واسحب
او ايدي مثلا اسرع شويه من الحركه بتاعه الماوس او الرسم، فبالتالي بيجي معايا ايه الكيرف ده. فانا هقول له اسكيب ديليت وهبدا ارسم تاني بالشكل ده كده، هرسم سبلاين على نفس السبلاين الموجود بالشكل ده كده، بس الاماكن الفتحات احاول احط على اول الفتحه فيرتكس واخرها فيرتكس. انا بضغط باك سبيس عشان ارجع عن النقطه اللي انا رسمتها، بحط نقطه على اولها ونقطه على اخرها كده بالشكل ده كده. تقريبا احنا في هنا فتحة، بس يعني حاليا خلينا هنكمل. اوكي اقوله يس تمام. ممكن اخد كمان الجزء اللي في النص ده عبارة عن ريكتانجل هنا كده خلاص. اوكي ممكن الريكتانجل ده بس اقوله كليك يمين كونفرت ويتابل سبلاين، وبعد كده منه هقوله اتاش. انا عايز اضيف الخط اللي بره ده، الخط اللي بره هروح من السبلاين من هنا امسك الخط اللي بره ده واقول له انا عايز اعمل اوت لاين. بس قبل ما اعمل اوت لاين هروح على السيجمنت وامسح الجزء الخاص بالباب البلكونه، الجزء الخاص بالشباك، الجزء الخاص بالبابين دول، وكذلك باب الشقه. فكده بقى عندي لاين واحد بس. كل اللي انا هعمله هاخده بس كل اللاين ده كله وهلغي عن الريكتانجل اللي في النص العمود. بعد كده هروح اقول له من هنا عايز اعمل اوت لاين، هشوف بس الاوت لاين اللي جوه كده بالموجب بره بالسالب. انا محتاج اعمله سالب مثلا 10 سنتي او 20 سنتي، اقول له سالب 10 سنتي بالشكل ده كده، اتاكد بس ان هو فعلا لبره او مفيش حاجه عندي عامله تشويه خالص. اوكي كده ممكن اجي اقول له دلوقتي حاليا اكسترود. لو عايز تشوف الاكسترود كويس روح على واير فريم من هنا وتقول له ديفولت شيدد، فهتلاقي الاكسترود بتاعك بالشكل ده كده. محتاج ترفعه 3 متر اللي هم 300 سنتي. محتاج اقول له من هنا انا محتاج الحوايط كلها تكون باللون الجري الغامق ده، هطلع توب كده. خلاص بقيت شايف الموضوع بشكله الطبيعي. طبعا الجزء اللي ورا ده هو بيقول ان هنا في عمود يعني، فبالتالي انت لو حابب تاخد الاثنين فيرتكس دول تاخدهم لورا كده وتسحبهم بالسناب قصاد الفيرتكس دي، فاكيد كده خلاص. اوكي احنا ظبطنا الجزئيه دي. طيب بالنسبه للبيبان والشبابيك هعمل فيهم ايه؟ بالنسبه للشباك هنا فانا محتاج اعمل بوكس تحت اللي هو الجزء اللي تحت الشباك، واللي ممكن يكون ارتفاعه متر او متر 20 او متر و10. فكده انا رسمت الجزء اللي تحت. ممكن اجي من السناب اغيره ل 3 دي وابدا اخد برضو بوكس من هنا كده لهنا كده. البوكس ده انا هخليه سالب 80 بالشكل ده كده بحيث انه يعمل لي فتحه شباك هنا. كذلك لما هدخل على باقي الاجزاء هنا هعمل برضو باب الاوضه ده سالب 80، كذلك هنا سالب 80، كذلك في الجزء الخاص بباب الشقه هنا برضو هقول له سالب 80 بالشكل ده. نبقى رفعنا ايه المكان كله. لسه كمان الجزء الخاص بالبلكونه فينا برضو 80 سنتي، هقول له برضو الارتفاع بتاعه انا عايزه بالسالب لانه هينزل لتحت، وهيقول له 80. كده يبقى الارتفاع اللي تحت ده 2 متر 20 يعني تمام. كذلك الباب هنا 2 متر 20، كذلك الفتحه دي على ارتفاع 2 متر 20 بس في تحت متر، كذلك الفتحتين اللي هنا. ممكن اجي بس من الجنب من هنا كده واخد كل الاجزاء دي واقول له محتاجها برضو تبقى بلون الجري عشان بس البوكس اللي انا رسمتهم في النص دول. طبعا ده كمان معانا بالشكل ده كده. ممكن اقوله دلوقتي كل الكلام ده جروب لو حابب تسميه مفيش مشكله. طيب محتاج كمان ان انا ارسم الارضيه بس سريعا عشان ابدا افرش عليها. لو انت طبعا هتشتغل اوتوكاد فانت تشتغل الفرش على الاوتوكاد وتيجي تكمل على الماكس مفيش مشكله، وده الافضل يعني. فهنعمل لاين وهنقول اللاين ده انا عايز 2.5 وابدا ارسم الارضيه عندي للمكان كله. طب انا برسمها ليه من جوه مع ان الافضل ان ارسمها من بره؟ تقريبا هنا في الترحيلة دي. اوكي برسمها من جوه عشان لما هحتاج بعد شوية ان انا اعمل مثلا وزرة او حاجة زي كده ممكن ابقى باخد نسخة من الارضية وخلاص. لو التقيت بقى في ترحيل في الاضاءات فممكن ابقى اعمل اقفل انا شوية من تحت البيبان، كان اقول له بالشكل ده كده ولا اوكي الارضية محتاجة اقول له بس سالب 20 سنتي اللي هي البلاطة، لانه خلاص الارتفاع عندنا صافي 3 متر، فبالتالي انا لما هاجي اعمل الارضية هاخدها بالسالب لتحت. ممكن اعملها بس بلون مختلف. طيب في هنا عندي جزئية فيها ترحيل شوية فممكن اقول له اوبن، محتاج امسح البوكس ده، السبلاين ده مش مظبوط، خلينا نقول ان السبلاين اللي انا رسمته هو اللي مش مظبوط، فممكن اخد الفيرتكس دي واقول له لو سمحت خليها لي قصاد دي، كذلك هنا تبقى قصاد دي، تبقى برضه قصاد دي. اوكي عشان بس ما يبقاش فيه ترحيل لاضاءه برضه هاجي اقول له انا عايز اعمل بوكس واخده من هنا للسناب على 3 دي. بعد كده هبدا ارسم بوكس بالشكل ده كده كده بس ان هو مظبوط. هخليه بقى يبقى الارتفاع بتاعه بسالب 80، خليه لونه جراي برضه. هبتدي اقفل الجروب بتاع الحوائط وبعد كده همسك البوكس بتاعي واقول له اتاش للجروب بالشكل ده، يبقى كتله واحده بس. اوكي ما انساش دلوقتي ان اقول له كنترول اس
فبالتالي هيقول لي محتاج تسيف فين، فممكن اقول له نفس اللينك اللي انا كنت عامله الاول، بس ادخل هنا على 3D Max. بس قبل ما نكمل ممكن اروح على الفولدر من الديسكتوب واخد نفس الاسم بتاع المشروع، اقول له محتاج نفس الاسم ده كده، واقول له سيف، بس يسيفه لي في الفايل بتاع 3D Max، واقول له اوكي. وهبتدي دلوقتي اروح للريفرنس بتاعي بحيث اشوف شكل الفرش ايه عشان ابتدي افرش، وكمان اشوف القطعة هو عايز كل قطعة مكانها فين. هنا كده انا في هنا ركنة، في هنا انتري، في هنا سفرة، في هنا صالون، في هنا جزء فيه خشب لانه دي المفروض هتبقى في هنا مكتبة زي ما هو مكتوب هنا كده، في هنا باب بلكونة، في هنا 1.25 متر، ده هيبقى هنا قرش لحمام ضيوف، فبالتالي انا محتاج افتحه اصلا لانه مفتحتوش ومش موجود في الكاد، فبالتالي ممكن اروح اعمله الاول. في هنا قرش هنا كده بس العرض بتاعه 1.25 متر، فممكن اعمل بوكس كده العرض بتاعه ده اللي هو العمق بتاعه ده اللي هو 10 سنتي اللي هي الحائط بتاعي، انا عايز العرض بتاعه يبقى 1.25 متر. بعد كده هبدأ ان انا اخده، بس بلاش على 3 خليه على 2.5، هبدأ اخده في مكانه هنا كده، بحيث ان انا هروح على الحوائط بتاعتي، هفتح الجروب واروح على الاكسترود اللي انا عامله، هروح على الفيرتكس وهبدأ اقول له هنا انا عايز اعمل ريفاين، بس وانا واقف على الفيرتكس عشان هعمل فيرتكس هنا وفيرتكس هنا، دي ما اتعملتش، كذلك هعمل واحدة هنا كمان. لو انت عايز تعمل كتف هنا مفيش مشكلة، يعني ممكن كنت اخد شوية البوكس بتاعي ده ناحية اليمين الشمال شوية بحيث ان انا اعمل كتف للقرش اللي هيتعمل، لانه المفروض ان هو في هنا اكيد هيبقى في كتف، بس طبعا هو مش موجود، يعني هو مش كاتب في هنا كتف ولا لا، هو بس يدوب اتعمل هنا المسافة بتاعت باب حمام الضيوف بس، لكن طبيعي هيبقى فيه يعني كتف بسيط 10 سنتي هنا كده. بس خلينا هنكمل على كده، وهقول له انا لو حبيت ان انا اعمله بقى هعمله في الموديلنج نفسه، ممكن اقول له دلوقتي انا عايز الاثنين سيجمنت دول يتمسحوا، بس عايز اقفل بقى القطعتين دول بحيث ان الاكسترود معايا يشتغل، فهقول له من فيرتكس برضه هقول له كده انا عايز اعمل كونكت، واخد الفيرتكس دي لدي وكذلك اللي هنا لدي بالشكل ده كده، هقول له امسح لي البوكس ده خلاص مش محتاجه، انت محتاج هنا بس يبقى في جزء اللي فوق اللي هو القرش بتاع ايه بتاع الحمام هنا، فهقول له من هنا انا عايز اعمل السناب بتاعي يبقى على 3D، واقول له عايز اعمل بوكس من هنا لهنا كده، واقول له الارتفاع بتاعي برضو يبقى سالب 80، تلاقي الوضع بالشكل ده كده، برضو هتاخد نفس درجة اللون. كل الاجزاء بقى اللي هتترسم بعد كده على الحوائط من قرشات او من فرم هتبقى بلون مختلف، بس اقول له اتاش برضو للجروب ده، هتغطيه بس على الكيبورد وبعدين ضغط زد، فبقيت شايف المشهد بتاعي بالشكل ده كده. خلينا عشان مش كل شوية هبدا افتح الصورة هنا تبدا تخفي لي المشهد عندي، اخدها عندي على الشاشة التانية، ولو احتجت حاجة معينة اشرحها هبقى اجيبها ايه على الشاشة هنا. احنا اول حاجة عندنا في ركنة، فاحنا ممكن نجيب ركنة في الشكل ده كده نفس الستايل ده اللي هو فيها كابوتينيه، فاحنا مجهزين طبعا الفايلات. لو رجعنا اب بس مرة ودخلنا على المودلز هنلاقي الفايلات هنا بالشكل ده كده، هنبدأ ده بقى ندخل فايل عندنا بحيث ان احنا نخلص الفايل كله فرش، وبعد كده نبدأ نشتغل على الارضيات والسقف والحوائط مع بعض. ممكن ابتدي بالاسهل انه اجيب الصوفة بتاعتي او الركنة، اقول له بس يفك لي الضغط عنها، وبعد كده هبتدي ادخل البلوك بتاعي، اخد كل المابس كنترول سي، بعد كده هروح للفولدر الخاص ب 3D Max وهعمل هنا في فولدر اسمه ماب، واحط فيه المابس اللي انا هشتغل بيها، اقول له كنترول في، خلينا نصغر الفولدر ده، هبدا اخد اللينك واروح ل 3D Max واقول له فايل امبورت ميرج، احط اللينك انتر، بعد كده اختار البلوك واقول له اوبن، اختار البلوك بتاعي اقول له اول، اقول له اوكي بالشكل ده كده، بس عشان اخد بالي بس من الابواب والشبابيك والكلام زي كده، فهقول له بس من هنا يا اما وير فريم يا اما ايدج فيس. طيب المفروض انه الركنه دي محتاجها تكون موجوده في المنطقه دي، لو خدنا بالنا التقسيمة بالشكل ده كده، وكمان في هنا أرج للمطبخ برضو ما كانش موجود عندي في الكاد اللي أنا رفعته، لو جيت خدت بالك ما كانش عندي الحمام وما كانش عندي أرش للمطبخ هنا. طيب هو بيقول هنا إنه المطبخ في كتف 50 سنتي وبعد كده في 1.30 متر أرش مطبخ، تمام. طيب هبتدي أخد الأول كده بوكس، البوكس ده هيكون 50 سنتي، ممكن اقول بقى ان انا ممكن اخد الخمسين هنا وخمسين برضو هنا او عشرة هنا، يعني لسه هنشوف، بس هو ما ادانيش اي تفاصيل عن الكتف اللي هنا ده، هخلي ده برضو العمق بتاعي 10، دي الخمسين سنتي، بعد كده هاخد منه نسخة كمان وهقول له عايزها 1.30 متر، اللي انا اتذكر تاني 1.30 متر، اوكي هاخد بقى الجزء ده هنا بالشكل ده كده. فواضح انه الجزء الاكبر هيكون على الحيطة اللي فيها باب الاوضة هنا،
والجزء الأصغر من الصوفة بتاعتي أو الركنة هيكون هنا تحت. طيب هدخل بقى برضو على الاكسترود بتاعي أو الحوائط وأقول له open، ادخل على الحوائط دي وأقول له همسك الاكسترود، هنزل للفيرتكس وأقول له محتاج أحط ريفاين، أحط فيرتكس هنا وفيرتكس هنا وكذلك هنا وهنا. هدخل على السيجمنت وامسح الاثنين سيجمنت دول وهبدأ أقول له كده كونكت، هبدأ أعمل كونكت للاثنين دول، كونكت للاثنين دول، فبالتالي هيكون الاكسترود معايا تشتغل خلاص، مش محتاج دلوقتي البوكس ده ومش محتاج البوكس اللي هو الكتف. طبعا الصوفة احتمال كبير تكون أضخم. تمام، أنا لو محتاج نفس الصوفة دي خلاص يعني أنا مش قادر، لا أنا عايز دي لأنه فيها التفاصيل اللي أنا محتاجها عندي، لا هي كابوتيني وهي نفس الشكل، فبالتالي أكيد إحنا كده كده مش هنشتري الحجم الكبير. تمام، احنا ممكن لأي مصنع بيعمل فرنيتشر هيعمل لي الفرنيتشر القطع اللي انا محتاجها بالنسب اللي انا عايزها بالظبط. يعني انا لو عايزها تبقى بس من اول هنا لهنا، اوكي انا ممكن اعملها في اي مصنع للفرنيتشر هيعملها لي بنفس المقاس بتاعي. بس هحاول وانا بصغر الصوفة دي عشان احطها في المكان ده احاول ان انا احافظ على النسب بتاعتها، ما توطاش مني، ما يبقاش الاجزاء مثلا الجانبية اللي هنا دي او الظهر بتاعي يبقى مضغوط احسه ان هو ما ينكمش في بعضه، هحاول احافظ على النسب بتاعتي بس وانا بصغرها. فاكيد مش هنصغرها سكيل، بس هنشوف احنا ممكن نتحايل على الموضوع ازاي. خلينا هنا نرجع تاني، محتاج هنا بوكس فوق الجزء اللي هو الجزء اللي هو الباب او الارش بتاع المطبخ، هقوله من هنا محتاجه يبقى 3D برضو، هقوله عايز اعمل بوكس هنا، البوكس ده محتاجه يبقى سالب 80 سنتي لان انا كده كده برسم فوق، برضو نفس الموضوع هقوله محتاجه يكون جري ومحتاج اقفل الحوايط، بعدين اخد الجزء ده اقوله محتاج يعمله اتاش للحوايط عندي واطلع طب، اوكي مفيش مشكلة ظهرت عندي. كده هرجع تاني اقوله بقى وير فريم، محتاج بقى افتح اوبن للصوفة دي بالشكل ده كده، هقوله بقى محتاج بس اخد الجزء ده احطه هنا. طيب انا بالتالي عندي فيه مقاس يعني فيه ممكن رقم كبير يعني 35 سنتي داخل في الباب عندي هنا، بالتالي الموضوع ده كده مش هيبقى كويس. طيب العمق بتاعها برضو ممكن تاخد مقاس للعمق الجزء اللي هو ده ستاندرد، احنا عندنا 70 او 75 70 هو تقريبا، فانا بالنسبة لي مش محتاج ان انا اقصر خالص في العمق بتاعها من هنا كده، لا هي بالنسبة لي كده ممكن تكون كويسة. لو حبيت ان انا اصغر شوية العمق بتاعها عادي مفيش مشكلة، بحيث انه اقدر برضو لو انا هجيب الجزء ده احطه هنا ينفع ان انا احطه هنا، بس طبعا هو الباف ضخم فانا ممكن اصغر الباف اصلا، لكن هي الصوفة ضخمة جدا. طيب انا اكيد مش هيبقى عندي مثلا صوفة تانية، فبالتالي انا محتاج اعمل ايديت على الصوفة دي، بس ابقى اعمل مقاسات مظبوطة بحيث ان دي هتتنفذ، فبالتالي هبدأ ان انا اشتغل عليها. هقول له دلوقتي محتاجها ديفولت شيدد، بس ممكن اقول له ايدج فيس بحيث يوريني الحدود بتاعت الكاد بتاعي، هقول له بس عايز اعمل يلا اوبن كمان مرة لانه في هنا الجزء ده اللي هي المخدة دي انا مش محتاجها. طيب لو جيت بصيت على الصوفة هتلاقي فيه زراير وهتلاقي كمان الصوفة لوحدها كتلة، نلغي بس السناب اهي، وعندي بقى الايه الاجزاء الميتال اللي تحت دي. طيب خلينا دلوقتي في الجزء اللي هو الصوفة نفسها، انا محتاج ان انا اقلل شوية العرض بتاعها، فهاجي من هنا هلاقي فيه تيربو سموز، تيربو سموز شغال معايا كمان هنا، انا مش محتاج التيربو سموز اللي شغال معايا في اللقطة بس محتاجه يكون شغال في الريندر، فممكن اخليه يبقى 2 في الريندر وصفر في الفيو بورت عندي بحيث انه يبقى الموضوع خفيف قوي ما يبقاش فيه تفاصيل كتير. يعني كل اللي هعمله دلوقتي هاجي بس قبل التيربو سموز هضيف هنا سيمتري، فممكن اخد التيربو سموز كات واحط هنا سيمتري وبعد كده فوق السيمتري احط تيربو سموز تاني، هاجي على السيمتري وابدا اقلل شويه السيمتري بس هبدا اصغر من فوق، يعني لما اجي اسحب كده ما الاقيهوش بيطول من تحت، انا عايزه يبقى بيسحب الجزء اللي فوق ده ينزله لتحت شويه، فبالتالي هضطر ان انا اعمل فيليب. طب لما انا عملت فيليب قلبها لي كرسي زي ما انت شايف بالشكل ده كده، لا انا محتاجه يبقى لفوق شويه واخري قوي هنا، يعني مش محتاج خالص ان هي تدخل عند الباب، محتاجها لحد هنا كده كويس. انت بقى هتحتاج انك تنسق شويه الموضوع اللي هو ايه، لو مش هينفع ان انا يكون عندي اتنين الزراير دي كده قريبين من بعض، فبالتالي هبدا اكبرها شويه بحيث اول ما الزرار اللي في النص هنا ده يظهر معايا فالدنيا خلاص كده بالنسبه لي تمام بالشكل ده كده، مش محتاج اكتر من كده. طب هي طلعت بره عندي، ده ممكن اهرب بيه بالسكيل عادي طول في عرض بحيث انه كده كده اصلا العمق بتاعي برضو هنا كمان في الصوفه ده كبير، وهو طبيعي انه بيبقى كبير يعني 71، لكن انا ممكن عادي اخليه بس يبقى ايه يعني بالظبط 69 مثلا 68 في الحدود دي، بحيث بس انه اهرب شويه من الايه من الباب وما بقاش صغرتها زياده عن اللازم. انا برضو هحاول ان انا اخد شويه النسبه بتاعتها بالعرض ده كام، متر 80 يعني هتكون كويسه، يعني لو متر لو بقت متر 70 فالدنيا هتبقى لطيفه. اوكي خلاص محتاج بس اقفل الجروب بتاعها
عشان ألم الزراير دي معايا تاني وبعدين أقول له أيزوليت. لما أقول له أيزوليت خلاص أنا بقيت واخد المقاس بتاعها، هرجع تاني أفتح الجروب عشان أبدأ أشوف بقى الزراير الكتير قوي دي. طيب الزراير خلينا نجرب كده، لو عملنا لها سيمتري برضو تمام ما فيهاش مشكلة خالص، يعني مش هتعمل لي ايرور، مش هيبقى فيه تشوهات، فأوكي خلاص ممكن أكبر بقى الايه السيمتري شوية. طبعا ما تحاولش تعملها هي والصوفة مع بعض عشان ممكن يحصل ايرور في حاجة او الجهاز يتجمد او يقفل منك، فحاول تكون كل قطعة لوحدها بالشكل ده كده. اوكي خلاص ممكن كمان اروح للميتال الارجل اللي تحت دي وابدأ ادخل على الايديت بولي بتاعها من هنا كده وابدأ اسحب الاتنين دول ناحية الشمال شوية كده تمام. طيب محتاج كمان المخدة بتاعتي، بس محتاجها تكون الناحية التانية هنا، ممكن اقول له بس ميرور. اوكي بعد كده هسحبها هنا شويه، اتاكد بس انه مفيش اي اجزاء عندي ايه مقطوعه. اوكي بالنسبه لي كده الدنيا تمام جدا، ممكن بس ارجع اقفل الجروب اقول له ادج فيس، مش محتاج بقى خلاص الادج فيس في حاجه بالشكل ده كده. انا بس بتاكد انه مفيش فيها اي تشوه ظهر معايا لما عملت سيمتري، مفيش اي مشكله خلاص. طيب طبعا هو لو في مشاكل دلوقتي ظاهره مثلا هي كده كده هتروح مع الريندر، لان خلاص انا عامل تيربو سموث بس على الريندر بس، يعني لو دخلت هنا هتلاقي التيربو سموث شغال معايا بس في الريندر، فبالتالي كل المشاكل اللي بتظهر دي هتلاقيها بتختفي. طيب في هنا لحام بسيط كده بدا يظهر عندي، يعني نروح للميرور. اوكي لا مش قوي، يعني هحاول وانا بحرك بس انه مش قوي، يعني بحيث ان هو بس ما يبانش معايا بس كده مش اكتر من كده. طبعا هو لو هنا عامل لي اصلا ويلد انا ممكن الغي الويلد، فممكن تلاقي انه الموضوع اختفى معاك، لكن بالنسبه لي في الشغل هنا هو طبعا الويلد لما شلت ويلد الموضوع باظ. ده تبع بقى الموديلنج اللي قدامك وتبع الشكل اللي موجود قدامك، فانت بتشوف لو هو في ويلد الموضوع هيبقى الطف ولا لو انت لغيت الويلد خالص. تمام كده هرجع بس تاني اقول له كلوز. دلوقتي انا شايفها بره السين عندي، بره الباب خلاص داخله في الباب، الموضوع كده مش هيبقى ماشي معايا، فبالتالي ممكن اخدها بس سكيل سنه بسيطه، طول في عرض طول في عرض، مش هي جنب الارتفاع في حاجه، ومش هينفع برضو ان انا اجي اقول له لا خدها لي بالعرض كده بس، ليه؟ لانه كده هتنكمش في بعض، وكذلك لو انا هعملها سكيل بالشكل ده كده اكيد هتبقى تتمط. فبالتالي انا لو هشتغل ان انا هحاول اهرب بالخمسة او العشرة سنتي دول، ممكن اهرب بيهم بسكيل بسيط طول في عرض، بحيث ان انا بص شايف النسبه اللي هنا دي بتاعت الكتف ده لسه متساويه مع بعضها، مفيش فيها اي مشكله. كذلك هنا الجزء ده بص الظهريه لسه زي ما هي مظبوطة مع بعض. النسبة اللي هاخدها هتلاقيها موجودة عندك، يعني بتتكتب تحت، هتلاقي فيه مكتوب على الاكس وعلى الواي 94 تمام، الزد لسه 100% زي ما هو، فانا خلاص هبقى عارف انا خدت نسبة قد ايه. لو مثلا هقول 93 كده كويس، هبدأ اخد الحركة بتاعتي موف بالشكل ده كده. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت في الديسكريبشن تبص على المصادر وتشوف الفيديوز اللي فاتت وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد. شكرا.